مازال بلا ما الخير. بلا ما نقول سميتي عادي، بغيت تقولي سميتك قوليها من حقك. الله يجازيكم ياك سميتك بعدا. ايوا سميتك زوينه، علاش ما تقوليهاش؟ انا سميتي هند، عمري 43 عام. بلاتي اختي هند صبري معايا واحد الدقيقه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم والديك ونشوفهم بحياتي. مازال كاين الخير في البلاد، مازال ان شاء الله يكون غير خير. اودي الله يسخرنا المؤمنين. امين. اودي الله يجازيكم على هاد الحسنه اللي كديروا. وحنا كنديروا السبب والكمال الله عز وجل. اودي اش غدير؟ ياك نمرتك كي 086 75 98 31 31 مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. معايا هند. هند اللي شافها ربما يقدر يكون عنده واحد 60 عام 70 عام، ولكن للاسف هي مازال صغيره، يعني يلاه عندها 43 عام في عمرها. مسكينه عانات من اللي كان عندها 16 عام وهي كدير الدياليز، يعني من 16 عام وانتم كتعرفوا الناس ديال الدياليز الله يحسن العوانهم اللي كيمشيو يديروا الدياليز، ديك التوخه اللي كتجيهم وديك التكرفيصه بلا ما نهضروا عليها. ضعفت بزاف وكما كتشوفوا الحاله ديالها راها قدامكم، يعني ما كاين ما نخبيو عليكم، انتم راه كتشوفوا كل شيء على عينيكم. المشكل ماشي غير هنا، المشكل هو كتب عليها المكتب كانت غادا قاطعه الشانطي حتى ضربها موتور، هرزها من يديها ومن رجليها، يعني من كتفها ومن رجليها. للاسف بعد التهريسه ما بقاتش قادره تتحرك، ما بقاتش قادره تنوض، تبدلات بزاف ديال الحوايج. على الاقل كانت عندها شويه الصحه كتمشي بها للمركز ديال تحقن الدم، ولا كتمشي بها مثلا للمركز ديال 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 الدياليز. دابا ما بقاش ديك الصحه باش تمشي، ملي ما هزوهاش راه ما تقدرش تزيد هي. واخا هند هضري معايا، كيدو يعني من 16 عام ملي بديتي كديري الدياليز، تكرفستي هذيك الساعه كانت 16 عام. طحت بعدا قبل، تخنقت وطحت، هزوني والديا داوني للكلينيك، نعس فيه 11 يوم وانا في غيبوبه، ما فقتها فات 11 يوم. وديك الساعه بديت في الدياليز، معاناه ديال الدياليز، عارفين منين الدياليز. قاسوا الكلاوي؟ قاسوا الكلاوي، قاسوا يا كلاوي، ما بقاش خدامين، ما بقيتش حاجه. كندير الماء بحالي بحال الناس، كندير دياليز 4 السوايع، كانت تهلك صعيبة. كي كدوز عندك ديك 4 السوايع؟ 4 السوايع تنعسي شوية وتنوضي شوية، يديك كضرك وتفكي ضرك، تنوضي سخفانة، تبقى طاكسيات، طوبيسات، سيواجي، والعيال ملي تصيب الدار توصي خاصك تمشي تنعسي في. ولكن على الأقل كان ديك الوقيتة عندك رجيلاتك تقدري تمشي بيهم. دابا في هاد العام في 2000 أو أبيد في 2024 في شهر جوج، واحد اثنين تغادا أنا وخالتي نصاوبو شي واقع، ملي جينا نقطعو وقف لينا واحد مول الكاميو الله يجازيه بخير باش يخليكم تقطعو، باش يخلينا نقطعو، وجاب مول الموطور خرج فينا، ضربنا خالتي طاحتوك وأنا طاحتوك، ضربتني التوكيلة نص لقيت رجلي بحال هكا وكتفي طايح عليا بحال هكا مقداش نهزو. يعني كان جاي جاري؟ كان جاي كيجي لقالك الخاويه اللي بقات بين هذا ما شافكمش، ما شافناش واقيلا، وضربنا ضربني انا وخالتي. خالتي مسكينه الله ما بقى عليها والو، وانا مسكينه تهرست. داوني في لامبيلونس الكلينيك ديال الازهر، داو ليا غادي وقال لي عندك جوج هرسات خاصك دير لوبيراسيون. درت لوبيراسيون جوج حديده هنا وحديده هنا، ودابا انا كيما كتشوفوا انا قاعده ما كنوضش، ما كنوض، ما كنقد نوض، ما قد نمشي. دابا ما بقيتيش تقدري تزيد، بغيتي تمشي للمركز دابا ديري دياليز، ما تقديش باش تزيد. ما قدش نزيد، ودابا شي سيمانه دابا باش انا في هاد الحاله. دابا عاد وليت كنجلس شويه، واخا هكاك باقي فيا الحايق هنا وفجلي. يعني ديك الكسيده زادت عليك؟ زادت عليا خصوصا جاتني في هاد اللي فيها لا فيستي تاع الدياليز. هكاك الحمد لله ما سكتاتش. هذيك اللي دوق لي فيها المكانه هي اللي فيها المكانه، كان اللي فيها الدياليز. يعني كتكرفصي ملي كتمشي ديري؟ كان ما كنقدرش نصرحها، كيصرحوها ليا بزاف باش يديروا لي الدياليز. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا جديتها هي ما كنقدرش نهزها، كضرني. شحال يمشي دابا درتي كسيده؟ شي اثنين اللي فات. من اثنين اللي فات. الله اكبر والحمد لله. الحمد لله الى وليدي بعد حتى واحد عافاكم، المحسنين شوفوا من حالتي وعاونوني
انا مسكينه ما خدامهش وبعديش ما مزوجه ما عمري ما تزوجش دايما بحال هكا ديما على الدياليز من الدار الدياليز ومن الدياليز السبيطار دابا مسيت قاده كاع النوض عافاك بابا محسنين عاونوني باش نداوى باش نقرا النوض تاعنا ونتمشى بحالي بحال الناس ما بقاش بحال هكا كاسه المشاهدين شوف تيفا كيف ما تبعتوا الحالة الآن أمامكم. حنا كنتمناو من جميع المغاربة والمحسنين أنهم يتصلوا ويوقفوا معها ويساعدوها. الرقم الهاتفي ديال هاد الأسرة هو 0689 75 98 31 0689 75 98 31. لأي واحد قدر أنه يساعدها وليوقف معها، لأن فعلا السيدة مسكينة محتاجة للمساعدة في أقرب وقت.